أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والمقرر له 20 نوفمبر المقبل في قطر. ستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان. هذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخباً. في عام 2018 درس الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخباً بسبب حرارة الصيف الشديدة في قطر. ستقام النهائيات كأس العالم هذه المرة من أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، مما يجعلها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو من بين 32 دولة التي تأهلت إلى النهائيات. شاركت 24 دولة في النسخة السابقة في عام 2018. منتخب قطر هو الفريق الوحيد الذي ظهر لأول مرة في كأس العالم، وأصبح أول مضيف يخوض البطولة لأول مرة منذ إيطاليا في كأس العالم 1934. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 19 مايو 2022 عن قائمة تضم 36 حكماً، 69 حكماً مساعداً، و24 حكم مساعد بالفيديو لقيادة مباريات البطولة. قسمت المنتخبات 32 المشاركة إلى 4 أوعية بناء على تصنيف فيفا العالمي الذي صدر يوم 31 مارس 2022. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جدول مباريات البطولة يوم 15 يوليو 2022، حيث ستنطلق المباراة الافتتاحية التي ستضم المستضيف منتخب قطر يوم 20 نوفمبر 2022. يطبع مع تحياتي أحمد الفليولو.